بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات جميعا وجمعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة لكم أيها الحضور الكريم الذي شرف هذه القاعة لحضور هذه المحاضرة حول موضوع الثقافة السطحية. نشكر في بدايتها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على تلبية الدعوة وتخصيصه جزءا من وقته الثمين ليلتقي بإخوانه وأخواته في مثل هذا الموضوع الهام وفي مثل هذه الاحتفالية الكبيرة التي تنظمها مؤسسة صناعة الفكر، والشكر موصول لها كذلك وإلى البلد المضيف الحبيب علينا جميعا تركيا الحبيبة. الإخوة والأخوات، ظهرت ظاهرة في الغرب أخذت حظا من الدراسات المستفيضة. هذه الدراسة بدأت بفئة عمرية أو جيل كان يسمى بالجيل سي، وسمي بالجيل سي لارتباطه بفعل باللغة الإنجليزية تبدأ أو بمجموعة أفعال باللغة الإنجليزية تبدأ بالحرف سي، مثل كرييت، كليك، كونكت، كونتيننت، كمبيوترايز وغيرها. هذا الجيل كانت له خصائص، من أهم هذه الخصائص أنه جيل التقنية، اهتم بالتقنية، فتح عينيه منذ الولادة والوهلة الأولى في الحياة على التكنولوجيا الحديثة وعلى العم جوجل. وكان من خصائص هذا الجيل كذلك أنه جيل الخيارات، نشأ على عدد كبير من الخيارات ابتداء من القنوات الفضائية التي كنا في زماننا في صغرنا لا نجد إلا قناة واحدة هي القناة الحكومية والرسمية، فإذا بهذا الجيل يفاجأ بأن هناك تعدد للخيارات بإمكانها أن بضغطة زر واحدة أن يغير هذه القنوات. هذا الجيل تميز أيضاً بأنه جيل الفرمتة، أي جيل الحلول الجذرية لكل شيء، إنه يريد حلاً جذرياً لكل شيء ولا يبحث عن تفصيل المشكلات حتى يذهب إلى حلها. هو جيل السرعة الذي يريد كل شيء بشكل سريع ويبحث عن حلوله أيضاً في المتصفحات وأشهرها جوجل. هو جيل غذته التنمية البشرية كثيراً وعزز لديه الثقة بالنفس وكبرت الأنا لديه، الذي يظن أنه قادر على كل شيء ويستطيع فعل كل شيء، وظهرت نسخة عربية لهذا الجيل. لعل الدكتور سلمان بن فهد العودة حفظه الله في كثير من المقابلات يؤكد على خطورة موضوع الثقافة السطحية وموضوع الثقافة الأفقية والرأسية، يؤكد على أن الثقافة الأفقية بدأت بالانتشار كثيراً، أن يأخذ الإنسان نتفاً من المعلومات عن أشياء متفرقة ولا يهتم بها رأسياً في أن يتعمق أكثر حتى يأخذ معلومات تفصيلية أكثر. في مثل هذا الموضوع المهم والحساس سيحدثنا العلم الذي نعرفه جميعاً وهو غني عن التعريف، الذي ارتبط بجيل الشباب على اختلاف جيله الكبير وهو الذي سيبلغ في نهاية هذا العام في شهر ديسمبر 60 من عمره، لكن شعاره يقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما طال شعري غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. أعد البيات. ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما طال شعري غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. السنون في الستين، لكن مؤلفاته ورسائله جاوزت الستين. نسأل الله أن يفتح عليه وأن يبارك في عمره وفي حلوله التي يقدمها للشباب. حتى لا أطيل، أذكر في صغرنا كيف كنا ننهمك على سلاسله ودروسه. أذكر محاضرة كالإغراق في الجزئيات وهو ينبه على كثير من التفصيلات التي لا ينبغي أن تستهلك الشباب. حتى لا أطيل عليكم أترككم مع هذا العلم الماتع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات. فإلى محاضرة الثقافة السطحية وفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. فرصة جميلة في معرض الكتاب الدولي بإسطنبول، وجزا الله أخي المقدم الكريم. يسألون عن اسمك. شهاب العريقي. الأستاذ شهاب العريقي، كل خير وجزاكم الله خير، ومحبتنا ومشايخنا الذين يتصدرون هذا المجلس المبارك. نحن لا نستقبل ليلة الأحد 25 أعتقد من شهر شوال، وفي شهر شوال هذا العام يقولون أصبح طويل جدا. قبل أسبوع قابلت أحد الأصدقاء قال نحن اليوم 89 من شوال، فهم يفسرونه بتأخر الراتب. أيوة، ولكن لنا قلت ربما هناك بعد روحاني،
لأننا في رمضان أدركنا أهمية الوقت وكيف نحافظ على الوقت، وانعكس هذا علينا في شهر شوال، لأن الوقت لما يكون معمورا بالصلاة في الليل والصيام في النهار والبرامج يختلف الأمر. وهو اليوم 30 من يوليو 2016 حسب التقويم الميلادي. أخي الكريم قال أنه عندنا 40 دقيقة كذا، فإن شاء الله أحاول أني أضغط ما عندي. في ليلة السبت قبل الماضي أصبح عندي قصة، حضرت بعض الزواجات وبعدها كنت متعبا فأويت إلى فراشي ونمت. في الساعة الواحدة ليلا شعرت بأني بين النائم واليقظان، وأسمع صاحبة المنزل ترد على اتصال مفاجئ وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ففزعت من نومي وقلت ربما يكون أحد الأولاد أصابه شيء، وهي تقول يعني نائم لا أستطيع، لا أريد أن أوقظه. قلت ما الخبر؟ قالت إنه البراء ابني يقول إنه الآن حدث فيه انقلاب في تركيا. فشعرت بأن سقف الغرفة سقط على صدري صراحة. هذا من الأخبار والقصص والمواقف اللي المخلدة لا يستطيع الإنسان أن ينسى مشاعره في تلك اللحظة قبل أن يعرف التفاصيل. وفزعت أبحث عن مصدر للأخبار. من الغرائب إنه البيت لم يكن فيه تلفاز، الأطفال هم آخرون انصرفوا إلى الوسائل الحديثة، لم يعد التلفاز يستحوذ على اهتمامهم. حتى وصلت إلى مصدر الأخبار، ويعني من فضل الله عليني لم أسمع الأخبار من بداياتها المفزعة المفجعة السوداء. سمعت الأخبار بعدما بدأت، جت رسالة من الرئيس رجب الطيب أردوغان ورسالة من عبد الله جول، وبدأت يعني الأمور تتضح بشكل تدريجي، وأنه هذا الانقلاب في طريقه إلى الزوال والحمد لله. ما نمت حتى اطمأنيت أنه الأمور بحمد الله على ما يرام، وأنه من باب التفاؤل نقول والأمل أن تركيا بعد الانقلاب ستكون خيرا منها قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. من خلال هذا الموقف كيف ننظر إلى هذا الحدث؟ هذا نموذج للثقافة العميقة أو الثقافة السطحية أو الثقافة المستنيرة البعيدة النظر. يعني هناك من ينظرون نظرة عاطفية مجردة للموضوع، هناك من ينظرون نظرة إنسانية فيتخيلون الملايين من المشردين واللاجئين والمهاجرين الذين آوتهم تركيا، هناك من ينظرون نظرة إلهامية فينظرون إلى التجربة التركية كنموذج ملهم لكثير من بلاد العروبة والإسلام، وتجربة نجحت حيث أخفق الآخرون. هناك من ينظرون نظرة استقلالية، أنه تركيا تحاول أن تكون دولة مستقلة وربما العالم لا يتمنى ذلك. هناك من ينظرون نظرة مؤامراتية، يتحدثون فقط عن جانب المؤامرة. هناك من ينظرون نظرة تاريخية، بمعنى أن العالم لا يتعامل مع تركيا اليوم فحسب، وإنما يتعامل مع تركيا الأمس، وهو يستذكر فعلاً أن تركيا يمكن أن تصنع في المستقبل شيئاً كما صنعت اليوم وكما صنعت بالأمس. ولذلك لا تستبعد أبداً أن السياسات الغربية ومراكز القرار ومراكز الدراسة تضع في اعتبارها المستقبل المبني على الماضي، أن تركيا يمكن أن تكون شيئاً مذكوراً، ولذلك يتم التعامل معها بتوجس كبير وشديد. هناك من ينظر ربما حتى نظرة شخصية، ليس عندي شقة في تركيا ولا عندي ضيعة في تركيا ولا ملك، لكن هناك من ينظرون إلى استثماراتهم في تركيا ويتخوفون عليها. كل هذه الاعتبارات واردة في تعامل الناس مع مثل هذا الحدث. إذن حينما نتكلم عن الثقافة السطحية سنجد أن هذه الثقافة تواجهنا في كل موقف، سواء كان موقفا كبيرا
ومؤثرا ومفصليا مثل الانقلاب، أو كان موقفا عاديا شخصيا عابرا. الثقافة السطحية. فيما يتعلق بالثقافة، ما هي؟ تعريفات كثيرة جدا، لكن سأقتصر على جانبين. أحيانا نطلق الثقافة ونقصد بها المعارف أو المعلومات، ولذلك نقول فلان مثقف، ونقول طبقة المثقفين، نقصد الناس اللي عندهم اطلاع وقراءة ويعرفون الكتب والإصدارات والترجمات والروايات، وربما يكون بعضهم موسوعيا عنده إلمام بأشياء كثيرة جدا، هذه تسمى ثقافة. النمط الثاني وهو الأكثر استعمالا، إننا نتكلم عن الثقافة ونقصد بها الأعراف والعادات والتقاليد التي تحكم مجتمع من المجتمعات أو فئة من الناس. فنقول مثلا ثقافة الشعب اليمني كذا، وثقافة الشعب السعودي كذا، ثقافة الشعب المصري كذا. نحن نقصد أنماط، نقصد عادات تحكم تفكيرهم، تحكم سلوكهم، ثقافة الطعام، ثقافة المشي إلى آخره. فهذا الاستعمال الثاني هو الغالب. طيب، هذا ما يتعلق بكلمة ثقافة. أما كلمة سطحية، فيما خذ من السطح مثل سطح الطاولة أو سطح المنزل، والسطح هذا يشبه أو يقارب القشر، ولذلك نقول فلان يعتني بالقشور، يعني أنه سطحي لا يتعمق بالأشياء. وأحيانا نعبر عن فلان نقول ثقافة ضحلة، ضحلة من الماء، الماء الضحل هو الماء القليل. إذن هذا الإنسان ليس عنده، ليس بحرا. أحيانا يعبرون عن العالم بأنه بحر، ويقول أنت المتنبش، يقول يا أستاذ أنت حبر بحر وحرب وربح، كيف أولتها إليك تؤول. فيقال البحر الزخار، بحر الأمة، بحر العلوم. فإذا قلت ضحل معناه أن معلوماته قليلة جدا. إذن سطحية، ضحلة، قليلة. وعكسها، عكس السطحية ما هو؟ هل ممكن نقول عكس السطحية أو مثل السطحية؟ لا، خلنا قبل العمق. مثل السطحية هل يمكن نعبر عنها بالظاهرية؟ ظاهرية؟ لا، في تقديري ورأيي لا. الظاهرية مثلا لما نقول الظاهرية تبادر إلى الذهن داود الظاهري والإمام ابن حزم، وهؤلاء في الواقع أنهم، وبالذات ابن حزم في كتبه الفصل والمحلى والأخلاق والسيار وغيرها، ابن حزم فيلسوف ضخم جدا من فلاسفة المغرب والأندلس، وعالم جليل وعميق، وإن كان يتعاطى بظاهرية، لكن الظاهرية هنا هي عبارة عن مدرسة في التعامل مع النصوص سواء الفروع أو الأصول. إذن الظاهرية شيء مختلف عن السطحية. طيب، هل يمكن نعبر بالخارجية، القشرة الخارجية مثلا أو السطح الخارجي؟ الخوارج أيضا في تاريخنا لهم وضع، وفي نظري الخوارج يصلحون نموذج للسطحية. الخوارج في تاريخنا وفي واقعنا عندهم نقص المعلومات، ولذلك الخوارج مع أنهم في القرن الأول إلا أن كثيرا من السنة النبوية اختفى عنهم، وكذلك عندهم سوء في الفهم، حتى النصوص القليلة التي حصلوا عليها أساءوا فهمها وحملوها ما لا تحتمل. عندهم أيضا نوع من الارتهان للذات، فالخوارج يعني مع هذا الجهل الموجود عندهم إلا أنهم وقعوا أسرى لذواتهم، بحيث أنهم عندهم سطحية جعلتهم يرون أنفسهم هم البدء والمنتهى، وهم الأول والأخير، وهم الذين يصدرون الأحكام، وهم المؤمنون وغيرهم ليس كذلك. حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يحظوا بهذا الشرف عند الخوارج. أيضا عند الخوارج سوء قراءة للحال وللواقع، لأنهم كانوا يحاولون بناء دولة، ولم تكد تقوم للخوارج دولة في التاريخ إلا في مراحل قليلة جدا، وبعدما عدلوا كثيرا من آرائهم ومفاهيمهم، لكن كدولة للخوارج تاريخية محدودة جدا أو لا موجودة، لأنهم ضد النواميس، ضد السنن، ضد الفقه، ضد الوعي بالأشياء. إذن ربما نستطيع أن نقول أن الخوارج الخارجية بصبغتها أو صيغتها القديمة أو بصورتها المعاصرة من الغلاة الذين يسممون علاقة المسلمين بدينهم، وعلاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين بغيرهم، أيضا هذا نمط من
السطحية، هذا أحد مظاهر الانحراف في التفكير. أما لما نبحث عما يقابل السطحية فهنا سوف نجد بدون شك عدة معاني، أهمها العمق. العمق هو مقابل السطح. العمق يعني أن الإنسان يكون له امتداد، له جذور في أفكاره في آرائه. العمق لا يعني التعقيد، لا يعني الفلسفة في غير محلها، بل على العكس العمق يتفق مع السهولة، يتفق مع السيولة، يتفق مع الوضوح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فوصف القرآن باليسر والتيسير، ونيسرك لليسر، مع أن القرآن هو أعمق الكتب وهو أعظمها، وفيه من الأسرار والمعارف والعلوم ما لا يحيط به بشر لأنه من عند الله سبحانه، ومع ذلك وصفه الله تعالى باليسر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أعظم فقهاء هذه الأمة كان يقول في بعض المسائل التي لا تخلو من صعوبة وتعقيد عند غير المختصين في الفرائض، مثل مسألة الكلالة، كان يقول: إني إن أعش أقضي فيها بقضية يعرفها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. إذن عمر كان يفكر بكيفية تسهيل العلوم، تيسير العلوم بحيث تكون في متناول المختصين وغير المختصين. الخليل بن أحمد الفراهيدي مات وهو يفكر بحساب، كما يقول، تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها. كان يفكر أيضا بنوع من تسهيل علم الحساب والأخذ والعطاء بحيث تكون الجارية غير المختصة عارفة به. من الطرائف أنه أينشتاين العالم الشهير كان يقول: إذا زعمت بأنك تعرف فكرة من الأفكار أو نظرية من النظريات فيجب أن تكون قادراً على أن تشرحها لجدتك، وفي رواية تشرحها لطفلك. يعني الفكرة اللي عندك إذا لم تستطع أنك تشرحها لطفل عمره 13 سنة مثلاً، فعليك أن تعيد النظر في فهمك لهذه الفكرة. قد تكون لم تفهمها بشكل جيد أو فهمت منها نتفاً وأطرافاً. إذن السهولة ليست نقيضاً للعمق وليست من السطحية. كذلك الواقعية والقرب من الحياة، هذا من العمق، لأن اعتزال الإنسان للناس وبعده عنهم بمقتضى أنه يرى نفسه فوقهم أو يرى أن الناس لا يفهمونه، هذا قد يكون تعبيراً عن حالة نفسية أكثر منه تعبير عن حالة فكرية. مثل ذلك الجانب، سبحان الله، الجانب الروحاني، إن لما تقرأ في القرآن الكريم كلمة الله أو أسماء الله، أو تقرأ كلمة الغيب أو كلمة الآخرة يوم الدين، هذه الكلمات الناس يفهمونها بسطحية متناهية أحيانا، لكن لو أن الإنسان أصبح عنده فهم روحي، استشعار روحي لهذا المعنى، تتغير نظرته تماما. تخيل إنسان مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. هنا يصبح للعبادة معنى آخر، يصبح للاستشعار الألوهية أيضا معنى آخر. وكذلك موضوع الآخرة، الله تعالى يقول عن النبيين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني أي واحد تسأل يقول: كان أؤمن باليوم الآخر. لكن فرق بين إنسان يؤمن باليوم الآخر كواجب عليه أن يؤمن به، وبين آخر يعني اليوم الآخر يشكل معيار يجعل يحكم في القضايا الدقيقة والجليلة، وفي سجله اليومي، وفي تصرفاته مع زوجته ومع أطفاله، وفي بيعه وشرائه وكلامه وقوله وفعله وتركه. في فرق كبير، هذا راجع للسطحية أو راجع للعمق. إنسان يفهم قضية الآخرة بعمق فتعيش في قلبه روحانيا، وآخر ليس كذلك. عندك أيضا قضية الحكمة، سبحان الله، يعني من العمق والسهولة الحكمة. لما تقول فلان يلقى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكم التي نقلناها عن العلماء أو الأمثال هي عميقة وهي بسيطة في الوقت ذاته، ولذلك الناس يتناقلونها ويرددونها. ولذلك ينبغي أن ندرك أن العمق الحقيقي هو عمق الشخصية،
قبل أن يكون عمق التفكير. ممكن بعض الناس عنده قدرة على التحليل، يحلل القضايا، ولكن العمق الحقيقي هو عمق الشخصية. إذن العمق هو مقابل السطحية، الإحاطة أيضا، بحيث يكون عند الإنسان معلومات واسعة، لا نقول كاملة، واسعة عما يريد أن يتحدث عنه، الدقة بحيث تكون المعلومات دقيقة وليست تقريبية، عندك الفهم وهو الفقه. الله سبحانه وتعالى قال يفقهوا قولي، والنبي عليه السلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه هو نوع من العمق في فهم الأشياء، الربط بين المعاني، والربط هذا شيء مهم جدا لأنه قدر من الإبداع. مثلا لما تكون أستاذا في علم التفسير وفي نفس الوقت عندك ثقافة تتعلق بعلم النفس، دعنا نقول هنا تستطيع أنك تضيف إلمحات ومعاني على علم النفس من علم التفسير لا يعرفها علماء النفس، وتستطيع أن تضيف في التفسير معاني جميلة من علم النفس لا يعرفها أهل التفسير. ولذلك تنوع التخصصات أحيانا هو من أسرار الإبداع عند الإنسان. كذلك موضوع التردد، الإنسان كلما كان واسعا وعميقا كلما كان أكثر ترددا في الحكم على الأشياء، لأنه يعرف أن المسألة ذي فيها أقوال كثيرة. يعني ابن القيم في كتاب الروح ذكر أن للعلماء في الروح أكثر من 1000 قول، 1000 قول. والمتنبي معروف قوله الشهير يقول تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب، فقيل تخرج نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب، هل تفنى الروح أو لا تفنى؟ 1000 قول. فهنا طبعا الأقوال فيها حق وباطل، ولكن الإنسان الذي يطلع على الأقوال وعلى الأدلة يكون أكثر هدوءا في الميل، في الترجيح، في الاختيار. طيب الفقرة التالية وهي طبعا الأخيرة بس بتطول شوي، مسألة مظاهر السطحية. لما نتكلم عن الثقافة السطحية في حياتنا اليوم حاولت أجمع لكم 10 مظاهر وأسردها بشكل سريع. المظهر الأول السطحية بمعنى الثقافة الشفوية العاطفية، ثقافة ليست مكتوبة وإنما شفوية. دعني أذكر لك هذه التجربة إذا ذكرها أخ الكريم. في بداية حياتي كانت الوسيلة المعتمدة غالبا هي الكاسيت الشريط، فكنا نعمل المحاضرات والخطب والدروس كلها عن طريق الكاسيت، وأصبح عندي حوالي 2000 مادة من الدروس والمحاضرات وغيرها. بعد ذلك اقترح علي بعض الإخوة أنه نقوم بتحويل هذه المواد إلى مواد مكتوبة، فرغناها وبدأت أستعرضها، فوجدت أن المواد التي قبلت على مضض أنها تتحول إلى كتب حوالي 25 عنوان، هذا من المحاضرات العامة، دعك من الكتب من المواد الحديثية والفقهية هذه لها باب ثاني، لكن المحاضرات العامة استطعت أني أطبع 25 مادة من حوالي 600 أو 700 محاضرة. ليش؟ لأن الأشياء الشفوية، الثقافة الشفوية غالبا تتسم بالسطحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان رفع العلم في الحديث الصحيحة بل المتواترة، أنه يرفع العلم ويظهر الجهل أو ينزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. من مظاهر رفع العلم الآن مسألة ضعف القراءة وعزوف الناس عن الكتاب، خاصة الكتاب المكتوب، سواء كان مكتوبا ورقيا أو كان بصيغة أخرى مثلا PDF أو غيرها. لكن الناس اليوم تجد عندهم عزوف شديد عن قراءة الكتب في عالمنا العربي، وحينما تنظر إلى العالم الآخر في العالم الغربي يقرؤون كتب. أمس أنا أشوف واحدة وهي تمشي في المطار، حتى مش جالسة، تمشي ومعها كتاب تقرأه. لكن غالب هذه الكتب هي عبارة عن روايات تقرأ للتسلية، وهذا شيء مفيد، هو أفضل من أن نجلس نغتاب الناس أو ننم أو نشغل فكرنا بالهواجيس مثلا. ولكن الكتاب اليوم تراجع بنسبة كبيرة، بعض أصحاب المكتبات يقولون لي الكتاب خسر أكثر من 50% من قيمته، الكتاب المطبوع. ولعل معرض الكتاب الآن يجدد أهمية الكتاب وقيمة الكتاب، ولكن أيضا
تظل حتى المعارض هي مناسبات جميع، إنما تعاطي الناس للكتب، قراءة الكتب تراجع بشكل كبير. شبكات الاجتماعية، الشبكات أو السوشيال ميديا احتلت موقع مهم جدا، ولا شك أنه محركات البحث مثلا ساعدت على الوصول، جوجل وغيره ساعدت على الوصول إلى المعلومة وأحدثت انفجارا معلوماتيا هائلا، وكذلك القنوات فيما يتعلق بالأخبار. ولكن تعاطي الناس مع هذه المواد، القدرة على الاختيار، حتى القراءة، حتى في جوجل نحن لا نقرأ بتركيز، وفي الشبكات الاجتماعية لا نقرأ بتركيز، وإنما نستخدم كما يقال الساندوتشات، يعني تويتر 140 حرف، في سناب شات عبارة عن 10 ثواني. الناس ليس عندهم وقت حتى ليشاهدوا مثلا برنامجا فضائيا لمدة ساعة، لا يشاهدونه. الأخبار، حتى الأخبار الطويلة والتحليلات لا يشاهدونها إلا في المناسبات والأحداث التي تهمهم. إذن صار هناك حالة من اللهاث، واختفت الأهمية للكتاب، الأهمية للمقالات. أنا أكتب مقال أسبوعي من أكثر من 20 سنة وأنشره، فسبحان الله أفضل مقالات كنت أكتبها في جريدة الأهرام المصرية أيام الثورة لمدة 1.5 سنة، كانت تقرأ بشكل رائع جدا، وكان هذا يحفزني أني أكتب المقال وأجلس كأنني أعد بحث عنه. بعد ذلك أصبحت لاحظ أنه المقال ينشر وقراءه ربما أحيانا يكونون بالمئات وليس بالآلاف، بسبب أن الناس عندهم سرعة، عطهم ملخص المقال في سطرين يقرؤونه، أما مقال في صفحتين 3 صفحات ليس عندهم، مع أنه من الممكن أن نتدرب على القراءة السريعة، وهذا يفيدنا بحيث نكتشف أن المقال مهم مثلا فنعيد قراءته، أو غير مهم فنتركه. طبيعة المتلقي بدون شك أنها تؤثر في الاختيار والتبني، ولذلك من الجميل أن يكون عند الإنسان نوع من الأنات. بعض الناس ينطبق عليه المثل الذي يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إذا سمع فكرة مثلا أو كلمة معينة اعتقد أنها صحيحة لأنه لأول مرة يسمعها، خلاص الفكرة دي استقرت عنده وأصبح ليس لديه استعداد أن يغير قناعته أو فكرته حولها. الشهرة السريعة أيضا هذه ضارة جدا، يعني أصبح شاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية يمكن أن يفتح حسابا مثلا في سناب شات أو قناة في اليوتيوب، ولديه قدرة على التقليد مثلا أو قدرة على التمثيل، أو قد يكون جميل الصورة والشكل ويقوم بألعاب معينة، فهنا يستحوذ على مئات الآلاف وأحيانا على ملايين من المشاهدين. وفي مثل هذه الحالة يعني كما يقولون في المثل العربي: فلان تزبب قبل أن يحصرم، يعني مثل العنب الذي أصبح زبيبا قبل أن يمر بالمراحل الطبيعية. فهم هنا الإنسان لن يكون واعيا ولن يكون مثقفا ثقافة حقيقية أو عميقة. ولذلك أصبحنا محتاجين في هذا الزمن إلى أن ندس العسل في السم، كما عكس ما يقولون فلان، يقولون يدس السم في الدسم أو في العسل. نحن الآن محتاجون إلى أن ندس العسل في السم، أن نستخدم هذه الوسائل وهذه التقنيات وهذه السرعة في إيصال بعض الجرعات وبعض المواد الضرورية للناس. النقطة الثانية، المظهر الثاني، مظهر التلقين، سواء كان هذا التلقين في التعليم أو في غيره من الوسائل. التلقين يعني البرمجة، أن الإنسان يلقن بعض الأشياء ويكون مجرد محاكي أو مقلد. وابن عبد البر يقول في كتابه في جامع بيان العلم وفضله، يقول: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من الفقهاء، لا يعد من العلماء. الإنسان الذي مهمته فقط هو أن يقلد الآخرين، ممكن يكون إنسان عنده معلومات كثيرة جدا في محفوظاته مثلا واسعة، ولكن هذا لا يعني أنه فقيه، وإنما هو حافظ يحتفظ بهذه الأشياء، ليس عنده فهم وغوص وعمق على المعاني، ليس عنده رسوخ. الراسخون في العلم، الرسوخ في العلم لا يعني كثرة المعلومات، لكن يعني حسن انتقاء المعلومات، حسن وضع المعلومة في موضعها، حسن ربط المعلومات بعضها ببعض،
حسن توظيف المعلومات للواقع. هذا هو، هذه الحكمة، هذه البصيرة، هذا الرسوخ في العلم والراسخون في العلم. أما مجرد المعلومات فأين الإضافة؟ هو حفظ معلومات وربما يؤديها إلى غيره. ولذلك العلماء يقولون لابد من كسر التقليد، ولابد من تحرير الفكر وتحرير العقل من بعض المقولات وبعض القوالب التي يتلقاها الناس بعضهم عن بعض دون أن يمعنوا فيها النظر. والمشكلة أنه أحياناً طبعاً الناس يقعون أسرى للتقليد، وأحياناً أيضاً الناس ربما يكسرون هذه القوالب ويكسرون هذه النظريات وهذه المعاني دون أن يكون عندهم استعداد أو بديل لها، وكلا الأمرين لا يؤدي إلى نتيجة وإلى فقه عميق. الحفظ، الحفظ ضروري، وكان بعض العلماء يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث. نعم، مئات الآلاف، هذا نقل عن البخاري، عن مسلم، عن الإمام أحمد، عن أبي زرعة وغيرهم. والبعض يقول هل يوجد مئات الآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لا يوجد مئات الآلاف من الألفاظ النبوية. يعني مسند الإمام أحمد هو حوالي 30,000 حديث وفيه المكرر، وإنما يقصد بمئات الآلاف يعني الأسانيد، وقد يكون عشرات الأسانيد لنص واحد، وأيضا قد يكون هذا يشمل أقوال الصحابة وأقوال التابعين وبعض المرويات وغيرها، فهذا يحمل على هذا المقصد. أحد العلماء قالوا له أنه فلان يحفظ القاموس المحيط، القاموس المحيط في اللغة للفيروزابادي. قال وكان ماذا؟ إذا زاد في نسخ القاموس نسخة، يعني عندنا 10 نسخ في المدينة أصبحت 11 نسخة. ربما واحد يحفظ القاموس المحيط ولا يستطيع أن يعرب جملة، فليس المقصود هو الحفظ لذاته، وإنما المقصود ما وراء الحفظ. النقطة الثالثة قضية الأحكام الجاهزة والقطعية، يعني المفروض أن الإنسان يكون من القبول والرد على مسافة واحدة، بمعنى أنه العلم ليس هو سرعة قبول الأشياء، كما أن العلم ليس هو سرعة رد الأشياء. على سبيل المثال، لو قال لنا قائل أنه يوجد مخلوقات في الكواكب الأخرى، في السماوات يوجد مخلوقات أخرى غير الملائكة، هذا سؤال كثيرا ما يطرح. يعني يأتي واحد يقول لك يا أخي هذا هراء، لا يوجد دليل. طيب لماذا تستعجل في الرفض؟ ليش ما تترك الباب مفتوح؟ يمكن يثبت غيرك ما لم تستطع أن إثباته. فسرعة الرفض خطأ، لأنها تحرمك من متعة البحث وتحرمك من قابلية الفكرة فيما لو صحت. كذلك بعض الناس قد يأتي ويثبت لك بالأدلة القطعية أنه فيه مخلوقات في النجوم وقابلية للحياة وكذا. أيضا سرعة الإثبات هنا خطأ. لماذا تتسرع في إثبات شيء لم تتوفر أدلته بشكل صحيح؟ القرآن الكريم في ذكر الدواب، وما من دابة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والدابة الملائكة لا تسمى دواب، هذا يستشهد به بعضهم مثل ما ذكر الأستاذ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وغيره، إنه هذا قد يستدل به بعضهم على وجود مخلوقات، لكن تظل هذه عبارة عن احتمالات أو تساؤلات. فالحقيقة ينبغي أن ندرك أن الجاهزية للإثبات أو الجاهزية للنفي كلها تتنافى مع العمق، وكلها نوع من السطحية، وعلى الإنسان أن يترك الأبواب مفتوحة والاحتمالات قائمة. والنبي عليه السلام لما ذكر لنا قصة بني إسرائيل قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. إذا تسرع في النفي يكون كذب بشيء وهو حقيقة. قبل أسبوع واحد سألني من الشباب عن قضية العين، العين حق كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أذكر أنه علي الوردي وفريد وجدي وفريد أبو حديد وغيرهم ذكروا قصص كثيرة جدا، وفي ثقافات الشعوب يوجد حاجات من هذا النوع، بمعنى أنه يعني عالم الغيب عالم واسع جدا، وبعض الناس قد يتسرعون في النفي ويعتبرون هذا نوع من العلمية، يعتبر أن هذا تفكير علمي للأشياء. الإمام الشيرازي وهو فقيه أصولي شافعي في كتاب اللمع يقول إنه كلما زادت معلومات وكان أكثر شكا وأكثر ترددا
أصبح يتردد في أشياء كان يجزم بها من قبل، لأنه اطلع على علوم جديدة وصار عنده أحياناً تقابل في هذه الأشياء. ولذلك سرعة الحكم على الأشياء بالخطأ، لا تقول خطأ، قل لي يمكن كذا، قد يكون غيره أفضل منه. أو الحكم على الأشياء بالتناقض، تقول فلان متناقض، وما متناقض، هذا يحمل على قول وهذا يحمل على قول. حتى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يوجد أحاديث ظاهرها اللفظي التعارض، ولكن العلماء كتبوا في درء تعارض العقل والنقل، تعارض العقل مع بعضه مع معطياته، ودرء تعارض النقل أيضا مع نقل آخر. أو يحكم الإنسان بأن هذا يصادم نصا، وفي الواقع أنه لا يصادم نص، يمكن يكون فهمك للنص غير صواب. طيب، النقطة الرابعة هي قضية التصنيف، وهذه بلوى اليوم في العالم، وعندنا العرب على وجه الخصوص. سرعة التصنيف والتحشيد، كل قضية تثار، خاصة مع وجودنا في الشبكات الاجتماعية، في تويتر، في الفيسبوك. الحقيقة أنا يوميا تقريبا أدخل في تويتر وأشارك في تغريدات أو في قراءة التعليقات، فألاحظ أنه في جاهزية سريعة للتصنيف، وهذا التصنيف غير منضبط، يعني كل يوم التصنيف يختلف. هذا الشخص اليوم أنا صنفته في مكان، وغدا أضعه في مكان آخر. في كل قضية تحدث نعيد تصنيف الناس، وعند كل تصريح يقول فلان أنا أعيد تصنيفه. حتى قلت مرة أن أحد الشباب يقوم بكلما ألقيت كلمة أو مقالا يقوم بأخذ عينة من دمي ثم يحللها ويضعني في مكان آخر مختلف غير المكان الأول. فمسألة التصنيف والتحشيد هذه مشكلة كبيرة جدا. تحويل الأشياء دائما إلى حق وباطل، وليل ونهار، وصح وخطأ، هذا ليس صحيح. ممكن يكون الحق مشوب ببعض الباطل، وممكن يكون الباطل فيه بعض الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديث حذيفة في البخاري وغيره، قال وفيه دخن، تربية أنه يعني لا تتسرع في التصنيف، وأحيانا لا تصنف فرد، وإنما تصنف شعبا بأكمله، أو جماعة بأكملها، أو تيارا. لماذا السرعة في هذا؟ الناس إما شخص معي أو شخص ضدي، لا، ليست القصة بهذا الشكل. يمكن يكون معك في بعض ما أنت فيه وضدك في شيء آخر، وأيضا لا ينبغي أنك تكون أنت الأصل والمصدر وتقيس الناس إلى نفسك. واليوم بلينا بمن لا يقول من لم يكن معي فهو ضدي، بل من يقول من لم يكن معي فهو ضد الله، ضد الإسلام، وهذه قضية في غاية الخطورة. ومع وجود مثل هذه الظواهر ومثل هذه الأفكار، يحس الإنسان أنه ما لم نفلح في الخروج والانعتاق منها، علينا أن لا نفكر في نهضة ولا في رقي ولا في وحدة تجمع شملنا وتوصلنا إلى أحلامنا ومطامحنا. الإمام الزمخشري عانى قديما، وهو صاحب الكشاف، من قضية التصنيف، فكان يقول إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت، إن قلت لهم إني حنفي، قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، الخمر يعني. وإن مالكيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب، لأن يوجد في مذهب مالك قول بهذا، وهم هم يعني طبعا هو يشتمهم بهذا. وإن شافعيا قلت، قالوا بأنني أبيح نكاح الأخت، نكاح البنت، والبنت تحرم، هذا في مسألة البنت من الزنا، في قول منسوب للشافعية. وإن حنبليا قلت، قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. وإن قلت من أهل الحديث فقولهم ذاك تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فلا أحد من ألسن الناس يسلم. فعلا واقع الزمخشري، واقع نعيشه اليوم في مجتمعاتنا بشكل كبير. طبعا قضية الكره أو الرفض أو الحب والانبهار بشخص تغير أفكارنا، قضية التعميم في الحكم على الأشياء، تعميم الأحكام، هذه أيضا في غاية الخطورة. النقطة الخامسة، الخلط بين المتشابهات، مثلا الجهاد والإرهاب. كثيرا ما تجد أحد يتكلم في هذه القضية دون أن يحدد المصطلحات، ماذا يعني الجهاد، ماذا يعني الإرهاب. طيب هل الإرهاب مصطلح شرعي؟
يجيك واحد يقول الله سبحانه وتعالى يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا أخي صحيح الله تعالى قال ذلك، ولكن الإرهاب الآن أصبح مصطلح، والتعامل مع المصطلح غير التعامل مع مفردة عابرة. إذا لما يتكلم عن الإرهاب اليوم يقصد به الفساد في الأرض، يقصد به استخدام القوة لفرض الرأي والتعبير عنه، يقصد به معاني معينة عالميا أصبحت معروفة، إعلاميا يتم التعاطي معها، فلا بأس أن نأخذ هذا المعنى ونتعامل معه بوعي دون أن يتحول الإرهاب إلى مشجب أيضا يمنعنا من التفكير والتمييز بين الأشياء. الخلط ما بين الجهاد الشرعي الذي هو دفاع عن البلاد ضد المحتلين مثلا أو حماية للحوزة الإسلامية وبين الإرهاب، هذه أيضا قضية في غاية الخطورة والأهمية. مسألة الغيب والخرافة، هناك شبابنا اليوم عندهم خاصة المراهقين والمراهقات عندهم ولا أحيانا بالأشياء المعلوماتية السريعة، ولذلك يقرأ لفيلسوف أو يقرأ لملحد فيتجد يتشبع بالأفكار. أنا مرة شفت شاب ملحد، ومرة شفت فتاة مقتنعة تماما بنظرية النشوء والارتقاء، فكنت أقول لهم يا أخي أنت ربما قرأت لعالم كبير وهذا العالم أخطأ أو أصاب، أهم شيء أنه وصل للمعلومة بعد بحث وتحري، لكن أنت شاب عمرك 20 سنة لست إلا مقلد لهذا الإنسان الذي وقعت في أسره وانبهرت بأفكاره، رويدك ولا تعجل وحاول أن تأتي البيوت من أبوابها. فالفرق بين الغيب الذي هو يعني وراء العقل، الغيب فوق العقل، وبين الخرافة، الخرافة التي هي تحت العقل، الأسطورة، الأكاذيب. طبعا عندنا الفيصل هو الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة صريحا صحيحا وجب الإيمان به دون تردد، واعتبر أن هذا من علم الغيب، ونحن نؤمن بالله، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالبعث، نؤمن بأخبار الأنبياء السابقين، ولا نطلب عليها دليلا بعدما الله تعالى بيّن لنا ذلك في كتابه الكريم. ولكن هذا لا يعني مثلا أن تكون عقلياتنا أسطورية وعندها قابلية أن نصدق كل ما هب ودب. فإذا قال لنا واحد مثلا أنه حصلت كرامة في المكان الفلاني أو حصلت معجزة في المكان أو غيره سارعنا بتصديقها وقلنا إنها من جنس ما آمنا به، لا، لابد أن يكون عند الإنسان عقلية علمية معرفية تؤمن بالغيب الذي ثبت بالأدلة الصحيحة، ولكنها لا تخلط الغيب بالخرافة والوهم والأسطورة. كذلك مسألة الخلط ما بين الحب والجنس، هذه قضية الكثير يخلطون فيها، ولذلك يتكلمون عن الحب وهم يقصدون الرغبة الجسدية البحتة، يقصدون المشاعر السطحية بعيدا عن الشعور الإنساني، بعيدا عن المشاعر الراقية، بعيدا عن يعني الإحساس العميق. ولا شك أنه كثير من يعني المشاهد، كثير من الأفلام الإباحية، كثير من المواقع تقوم بتغذية هذا المعنى بحيث يعني ضعف حتى معنى الحب الصحيح الذي يترتب عليه ارتباط ويترتب عليه زواج يكاد أن يكون اختفى من حياة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أرى أو لم يرى للمتحابين مثل الزواج، مثل النكاح. الحب فطرة تقع للناس، وآدم أحب حواء وحواء أحبت آدم، والله تعالى خلقها له وخلقه لها، وكان هناك علاقة وحب ووئام وانسجام. وبالمناسبة آدم ما تزوج عليها حتى مات وماتت، ومن الطريف أنهم يقولون مرة من المرات آدم تأخر، هذه طرفة طبعا، هذه ليست من الغيب فلا يلزم التصديق بها ولا يلزم تكذيبها أيضا، تؤخذ كما هي. يقول تأخر آدم في الليل، فلما جاء قالت له حواء وينك وين رحت؟ قال لها يعني كنت في بعض شأني، أنت تعرفين أنه يعني أصلا ما في في الدنيا امرأة غيرك يعني. فسكتت على مضض، ولما نام آدم تسللت إليه وبدأت تتحسس أضلاعه، أضلاعه لا يكون خلقت حواء أخرى يعني، خشية أن يكون خلقت حواء أخرى. كم بقي؟ 5 دقائق. طيب عندك النقطة السادسة اللي هي المظهرية والشكلية. مثلا التدين الشكلي عندنا،
عندنا الكثير بل الأغلب ولا أبالغ، التدين عندنا هو مظهر. إذا الإنسان مثلا أعفى بعض شعره واهتم بشكله وبثوبه وأشياء من هذا القبيل، يعني ربما اعتبر هذا خلاص يعني بصمة على أنه تدين. وأهم شيء في التدين أن الناس أصبحوا يحكمون عليه بأنه متدين. التدين الحقيقي هو علاقة مع الله وليست مع الناس. والمتدينون الحقيقيون الأوائل صارموا الناس وحاربوهم من أجل الله، الأنبياء والرسل منهم من قتل في سبيل الله، وقومهم كذبوهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندهم في مكة لما دعاهم إلى الله كذبوه وسفهوه وطردوه وآذوه. التدين الحقيقي هو علاقة مع الله وليست علاقة مع الناس. بينما يغلب علينا اليوم التدين الذي أحتفظ به أو أحفظ به وجاهتي عند الناس، أن يتصدر، أن أتصدر المجلس، أن يفسح الناس لي، أن يقبلوا رأسي، أن يوجهوا الأسئلة لي، أن يتحدثوا عني أو يثقوا بي في البيع والشراء والمعاملات ظاهريا. التدين الحقيقي ينبغي أن يكون أبعد من مجرد مظهر. المظهر أحيانا يكون حجابا عن الله لأنه يشعرك بأنك وصلت وأنت في الواقع لازلت في بدايات الطريق إلى الله عز وجل. فبعض التدين حجاب يحجب العبد عن ربه. هناك تحولات شكلية، يعني إنسان يتحول شكليا من مظهر إلى مظهر فيعتبر أنه خلاص قد انتقل ويعني انتهى الأمر. النقطة السابعة قضية الاهتمامات الثانوية. مثلا الرياضة تأخذ من وقت الناس شيء كبير جدا وغير طبيعي. قضية الفن الهادف، طبعا الرياضة كون الإنسان يتابع، كون الإنسان مثقف رياضيا، كون يشجع، أنا لا أقول في هذا تثريب، ولكن الأمور تتطور إلى نوع من التعصب الرياضي، نوع من الهوس الكروي، نوع من العداوات، نوع من أن تكون همة الإنسان في الحياة وأن يكون هدفه هو فوز فريقه. هناك مبالغة شديدة في الانتماء لهذه الفرق سواء كانت فرق محلية أو عالمية، وقد جعل الله لكل شيء قدرة. قضية الفن الترفيه طبيعي ومطلوب وهو جزء من الحياة وجزء من الدين والفطرة، ولكن تحول كثير من الترفيه إلى أن يكون هو عبارة عن يعني إثارة لذات الإثارة، أن يكون فن مبتذل. كم من المسلسلات تجد فيها مئات المشاهد الساخنة، مئات المقاطع التي تقرب من الإباحية، وقد تكون إباحية وأنا أتحدث عن الفن العالمي، وقد يكون فيها قدر كبير جدا من الإثارة والإغراء والجاذبية والشد، ولكن في النهاية ما هو هدف هذا المسلسل؟ هل لديه رسالة؟ الفن الحقيقي له رسالة، والفن الحقيقي فيه نوع من الاهتمام بالإنسان، الرقي بالإنسان، أحلام الإنسان، الدعم، مساندة المحرومين المضطهدين، ومع الأسف غالبيتهم اليوم من المسلمين، مأساة المسلمين في سوريا مثلا، في العراق، في فلسطين، في بورما، في غيرها. أين الفن الإسلامي الذي يستطيع أن يفلح؟ اليوم نجد مقاطع في اليوتيوب ومقاطع في تويتر، مقاطع حقيقية. أنا واحد أقول لكم ولا تؤاخذوني، أنا أشيح بوجهي أحيانا، لأن هذا المقطع إذا رأيته وأنت ترى مثلا طفلا يقتل أو شيخا أو عدوانا، يعني هنا أنت كأنك تضع نفسك في قدر يطبخ فوق النار دون أن تستطيع أن تقدم شيئا كثيرا لهذا الإنسان. فهذا يحولنا إلى كائنات مكتئبة، وهذا أيضا لا نستطيع أن نتواصل به مع العالم. فلذلك أنا أقول إن المسلمين والإسلاميين لم يكتشفوا رسالة الفن بعد بشكل صحيح. اليوم الدراما مؤثرة في العالم، ما الذي جعل الغرب مثلا ينظر نظرة سيئة للمسلمين؟ ما الذي يجعل أحيانا نظرة الشارع تختلف من اليمين إلى الشمال؟ أحيانا ربما عمل درامي واحد. أريد أن أقول أن إيران سبقت في هذا الميدان في أشياء كثيرة، بينما العالم العربي، العالم الإسلامي، وعلى وجه الخصوص العالم السني لا يزال عنده تردد، عنده تردد في استخدام الدراما وهل يجوز أو ما يجوز، وعنده نظرات فقهية. أحيانا أقول لا يلزم أن نحكم يعني أن نتفق على إباحة هذه الأشياء حتى نستخدمها، لا يلزم. هناك من يحتسب
ويذهب في هذا السبيل، ونتذكر أنه كل الأشياء التي تؤثر في واقعنا اليوم أول ما جاءت نحن ترددنا فيها. المطبعة ترددنا فيها طويلاً، وحرم طباعة المصحف في أيام الدولة العثمانية لفترة طويلة حتى سبق للأعداء، خوفاً من تحريف القرآن. عندك التلفاز أول ما جاء، الإذاعة، الصحافة، كل الوسائل يكون فيها تردد. طيب سمحنا بالتردد في الدراما لسنوات طويلة، الآن آن الأوان أن يكون الفن الهادف صاحب رسالة. وأريد أن أؤكد، شوف قارن ما بين تركيا وما بين مصر، يعني أين يوجد الفنانون؟ قبل أيام شاهدت في قناة الجزيرة أحد مشاهير الممثلين في تركيا في حوار، وهو يتكلم عن تركيا الدولة الحديثة، عن التجربة الديمقراطية، عن رفض الانقلاب، عن رفض أي غدر أو خيانة. هذا المعنى يؤثر كثيرا في رجل الشارع، بينما لما يكون الفنان وهو مؤثر في جماهير الناس شئنا أم أبينا باتجاه آخر يمكن أن يذهب بهم في الطريق الذي يختاره. النقطة السابعة، الثامنة، قضية اللفظية من السطحية. اللفظية يعني سحر البيان، العرب عندهم قدرة على الكلام، وعلى كما تقول هذا مجاج اللحن تمدحه، وإن تشى قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت قدرهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إنسان أحيانا قد يقول كلمة يعني مثل العالم الحاكم الذي قال للعلماء: أنا رأيت البارحة رؤيا، رأيت أن أسناني تسقط، فماذا تقول في تأويلها؟ فقال له أحدهم: يموت أولادك وأنت حي. فغضب عليه وأمر بإخراجه، فقال للآخر: ما تقول؟ قال: أنت أطول أهلك عمرا. فشكر له وأعطاه مكافأة، والنتيجة واحدة، لكن أسلوب التعبير مختلف. يعني أحياناً الكلام كما يقال الكلام اللين يغلب الحق البين، والكلام قد يغلب الحق باطلاً. المناظرات، شاهدت في اليوتيوب الكثير من المناظرات لا ترتبط دائماً بالحق والباطل والمعرفة والمنطق، وإنما في الغالب هي تعتمد على ذكاء المتحدث وقدرته على أنه يعني يأخذ بعقول الناس. استخدام ألفاظ معينة والدندنة حولها والحفر ووضعها بين أقواس وتسليط الأضواء عليها يحولها أحياناً إلى أن تكون أدوات. الكلمات هذه تتحول إلى أدوات للحكم على الناس، للحكم بالخطأ والصواب والفصل في الرد أو في القبول. على سبيل المثال كلمة الإرهاب التي ذكرتها قبل قليل، بمجرد ما تقول هذا العمل إرهاب أو هذا القول إرهاب تجد الناس تتغير نظرتهم نحوه. كلمة التخلف مثلاً، أو هؤلاء الناس متخلفون، تجد الكثير يبتعد. أو الرجعية، طيب الرجعية يعني هل كل شيء في الماضي سيء وكل شيء في الحاضر والمستقبل حسن حتى نعتبر أن كلمة رجعية هي أمر مذموم؟ بعض الشباب يستخدمون كلمة تمييع إذا سمعوا رأيا فقهيا مخالفا للسائد، وربما يميل إلى إباحة شيء ممنوع عندهم، قالوا هذا تمييع للدين. فمرة قلت لأحد الشباب: وهل أنت تعتقد أن الدين هو عبارة عن يعني علبة آيس كريم يعني يتميع أو يموع ويذوب بهذه البساطة؟ الدين أعمق من ذلك وأبعد من ذلك. مثل قضية التغريب، يعني قد يكون البعض يلقي هذه الكلمة التغريب بمناسبة وبغير مناسبة. التغريب معناه يعني نقل القيم الغربية ورفض القيم الإسلامية، هذا ينبغي أن يكون المعنى الصحيح والذي ينبغي أن نحاربه لأنه قضى على هويتنا. ولكن أن نستفيد من المنتج الغربي هذا طبيعي، لأن الغرب اليوم يملك زمام الحضارة، والحضارة الموجودة اليوم ليست حضارة غربية وليست حضارة مسيحية، هي حضارة إنسانية وكان لنا فيها يد، وهي عبارة عن تراكم بشري طويل. فهذه الكلمات أحياناً من السطحية أن نتعاطى معها ونعتبر أنها هي الأدلة كلها. يعني النقطة التاسعة، يمكن أخوانا المصريين يعرفونها كثيراً، لما نقول الفهلوة، فهلوة ها، هذه يستخدمونها مثلاً أيام هزيمة 67 أو ما يسمى بالنكسة والنكبة، أنه من الممكن جداً أنه بالكلام يعني تغير مجرى الأمور وتقنع الناس، مثل ما المتنبي لما دخل على كافور وكان وقت زلزال قال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، وإنما رقصت من عدلكم طربا. هذا مصر ترقص طربا من عدلكم.
ها؟ ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. وكما نعرف أيضا فيما يتعلق ب لما يعني سقطت القنطرة وسقطت القنيطرة في يد الكيان الصهيوني، وجدنا من يقول أنه ما دام حزب البعث موجودا وفي السلطة فكل مصيبة بعده جلل، والعدو لم يفلح ولم يحقق أهدافه. فالفهلوة هي نوع من التهريج، هي نوع من الكلام الذي يجعل الناس يقتنعون أنه لا، الأمور ممتازة، والهزيمة هي انتصار، والفقر غنى، والجوع شبع، والضلال هدى. هذا يعني معناها. يعني النقطة العاشرة والأخيرة هي الإغراق في الجزئيات والتفاصيل وتجاهل الكليات، تجاهل القواعد. يعني سبحان الله يا أخي، كل شيء له قواعد. ألاحظ في الأيام الماضية جاء في بالي فكرة، يعني قلت لكم قبل شوي كم عندنا من حديث نبوي، عندنا عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية، لكن كان السلف يتكلمون عن أحاديث مختارة. مثل يقول قائل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. أربعة أحاديث. وسفيان وغيرهم كانوا يقولون أحاديث عليها مدار الإسلام. لاحظ كلمة مدار الإسلام. النووي ألف كتاب الأربعين النووية، وهو أكثر كتاب طبع ربما بعد الكتب المقدسة حتى في فرنسا، هو أكثر كتاب طبع، الأربعون النووية. وكملها ابن رجب، صارت خمسين حديثا عليها مدار الإسلام، وشرحها عدد من العلماء. طيب، إذن هذه الأحاديث حفظها، قراءتها، فهمها تعطيك الأساسيات، أساسيات الدين، أساسيات الإسلام. تجد شاب ربما لم يقرأ القرآن ولم يفهم القرآن ولا اطلع على السنة، ولكنه أخذ بعض الأحاديث التي ربما لا توجد حتى في مشاهير مصنفات السنة، وجلس يشغب بها ويبني عليها نتائج كبيرة جدا، ويغفل عن القواعد، يغفل عن المبادئ المؤسسة التي تؤسس للقيم والأصول والمرجعيات الإسلامية. ولذلك طبعا موضوع الأحكام الفقهية، فروع الأحكام الفقهية هذه لا تنتهي أبدا، مسائل الخلاف لا تنتهي أبدا، والخلاف فيها موجود وباقي وقائم إلى قيام الساعة. طبعا الجزئيات دائما أسرع للدخول للحلبة. يعني لما أكون أنا طالب علم الآن، أريد أن أشارك، أريد أن أقول للناس: ها أنا ذا، تراي وصلت، أقوم وأكتب كتابا مثلا في مسألة يكثر الجدل حولها من المسائل الفرعية، مثلا مسألة زكاة الحلي، حلي المرأة هل عليه زكاة أو لا، أو السترة في الصلاة، وأذكر هذه المسألة وأجمع فيها أقوال ثم أكتب فيها مصنفا. فهنا يصبح الإنسان يسجل حضورا. طبعا للأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم بنية المرء، ولكن أيضا على الإنسان أن يأتي البيوت من أبوابها، وأن ندرك أنه الدخول في التفاصيل سواء كانت تفاصيل فقهية أو غير فقهية أو حتى تفاصيل تاريخية. الذين أشغلوا أنفسهم مثلا بقضية الخلاف بين الصحابة، ورأيت أحدهم يوم من الأيام يكتب مقالا في تويتر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وخلاصة المقال أنه يصم هذا الصحابي الجليل المشهود له بالجنة بأنه من المنافقين والعياذ بالله. ما هذا الانحطاط؟ متى عهدك بأبي موسى الأشعري؟ رأيته أمس أو قبل أمس، قابلته، نزلت معه في الميدان. وأغرب من هذا أنه جالس يقول أنه بعد فترة سوف أقدم لكم بحثا آخر، ومثل اللي يقول ما أبغى أفجعكم بشخص كلكم تحبونه وقد تتفاجؤون منه. وضح لي أنه يقصد شخصية سيدنا الفاروق العظيم الذي فعلا يفرق الله فيه بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يريد أن يكتب مثل هذا الكلام الذي يعني لا يقوله إلا من طمس الله قلبه وطمس الله بصيرته. فالدخول من هذه المعابر للحصول على شهرة أو على مكانة أو كون الإنسان يكون في ميدان وفي قائمة الباحثين من أخطر ما يكون. كثير من شبابنا وبناتنا يعني لم يتربوا على الجلد وطول النفس، ولذلك كل مسألة فيها تركيب وفيها تعقيد وفيها حاجة إلى أخذ ورد ونظر تعتبر عندهم
قضية معقدة ولا حاجة لها، بل بعضهم قد يردها لأنه لم يفهمها فيقول هذا الدين ميسر. الدين ميسر، لكن أيضا عقول الناس تختلف وتتفاوت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله للدكتور سلمان ما قدمه، وآثرنا أن نستمع إليه أكثر من أن نسأل، كون الجميع حضر لكي يسمع من الشيخ. لعل الوقت أدركنا، ولا أدري إن كان هناك مجال للأسئلة. نحب الشيخ نسمع سؤالا أو سؤالين، إن كان هناك سؤال أو سؤالين للأهمية. سريعا الأخ والأخ والأخ، ثلاثة، تفضل يا أستاذ سريعا بدون المايك. سيبدأ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الثقافة السطحية والثقافة العميقة، فصلتهم. الثقافة بمعناها الحقيقي، يعني بما هو المتعارف عليه، أنه إنسان ملم بعدة أمور، بأشياء مختلفة في كل علم أو في كل طريق يأخذ منه بضعة أمور معرفية. أما بالثقافة العميقة فهو كعلماء، نشبه بعلماء الدين، كعلماء الدين أصحاب ثقافة عميقة. السؤال هل يعني كيف بدنا نقول ثقافة عميقة؟ المصطلح، هل ثقافة وتخصص؟ طيب، الثقافة هي عدة أمور. طيب، الإنسان يستطيع أن يتعمق مثلا في وضح السؤال وفي الهندسة وفي الكذا. وضح السؤال. طيب، نسمع الأسئلة البقية ونجي بعدها واحد. الدكتور تفضل. السلام ورحمة الله. تدرب على القراءة السريعة. سؤالي، يعني هناك مقولة تقول قراءة ثلاث كتب مرة واحدة أفضل من قراءة كتاب واحد ثلاث مرات. أحسنت. السؤال الأخير من هنا سيسأل. طيب، نسمع الإجابة من الدكتور. بالنسبة لل يعني هناك أحيانا يقولون فلان رجل موسوعي، هناك في التاريخ مثلا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي عنده كتاب الفنون يقولون 800 مجلد. هناك علماء في التاريخ وفي الواقع اليوم موسوعيين، بمعنى أن هذا العالم إن سألته في اللغة أو في التاريخ أو في الأدب أو في الثقافة أو الفلسفة تجد أنه لديه معرفة بكل هذه الأشياء. هذا قد يسمى، يعني بعضهم يقول دائرة معارف أو يقول موسوعة، لا حرج في هذا الاصطلاح. طبعا غير ممكن أن يكون العالم بهذه السعة وفي نفس الوقت عنده عمق في كل هذه الأمور، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حتى لو كان عنده إحاطة أن يكون عنده تخصص في شيء معين. أما بالنسبة للقراءة السريعة، طبعا يعني التدريب على القراءة السريعة بحيث أن الإنسان، هناك دورات تؤخذ وفي اليوتيوب موجود دور، أنا يعني ما حضرت دورات لكن في اليوتيوب تعلمت على كيف أقرأ قراءة سريعة. مرة في الكويت أعطاني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كتابا أهداه لي، وأخذته معي إلى المطار، ويعني وصلت إلى المطار وأنا قد انتهيت من قراءة الكتاب، وهو يعني ربما 200 صفحة. فأحيانا يعني لا يلزم أن تقف عند كل كلمة وكل سطر، أهم شيء أنك فهمت، ربما فيه معلومات سابقة عندك، عرفت الاتجاه، عرفت آراء المؤلف، عرفت مجمل الأدلة. أحيانا ممكن أن تحلق فوق النص، بمعنى أنك تمر مرورا سريعا وتركز على الأشياء الأساسية والأشياء الجوهرية. عموما القراءة السريعة تصلح للكتب الخفيفة، لكن الكتب العلمية والكتب المعرفية وكتب الطب على سبيل المثال أو غيرها تتطلب قراءة متأنية. وأحيانا يعني يقولون أن أقرأ، هذا كلمة مشهورة للعقاد، يقول لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أفضل من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. شكر الله لك. لم يبقى معنا وقت يا إخوة، وأدركنا المغرب. نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم، ومن أراد التواصل معه فعلى وسائل التواصل. شوف هذا السؤال بس عندك، هذا يقول يعني نتكلم عن الثقافة الرياضية، هذا يقول وش تشجع؟ معناه أن حنت بعدين. أخ آخر قال الهلال، هذين تعرفون الأندية الرياضية السعودية، الهلال والنصر والأهلي وغيرها والاتحاد، عشان ما يزعلون بعد. لو أقرأ عليكم الأسئلة، يعني على العموم الوقت ضيق كما ذكر أخونا الكريم، فبارك الله فيكم. شرفنا أيضا وزير الشؤون الدينية التونسية السابق الدكتور نور الدين خادمي، حفظه الله، شكر الله له ومرحبا، مد الله في عمره. أكرمكم الله يا إخواني، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.